يا شيخ يا بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، السلام الله عليكم جميعا أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. أرحب بالجميع في هذا المباشر ديال مباراة من مباريات ربع نهائي بطولة المغرب للشبان، البطولة اللي عرفت مشاركة ديال 67 ثلاثية، وهذه مباراة الربع وتجمع الكوديم المكناسي فرع الكرة الحديدية بنادي العيون سيدي ملوك. عصبة فاس مكناس في مواجهة عصبة الشرق، البحث عن المرور للدور ديال النصف المربع الذهبي. ترى شكون في هذه الانديه بجوج اللي غادي يمر الدور ديال النصف؟ جول من اصل ديال 67 ثلاثيه، 8 ديال الانديه و8 ديال الثلاثيات بقات حاضره معنا في هذا الربع هذا. دوبول دو بوان في التابي لصالح القدام، او ممتاز. خمسين دقيقة ديال اللعب زائد جولتين هي التي ستحدد. ممتاز، ويضيف الراك 4 مقابل لا شيء، النتيجة ديال الجولة الأولى. طيب 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 طيب
طيب شو يعني؟ استنى طيب استنى شو هذا الكورات لا تخاف لاكس ما شوفوا ما شوف الصريح ديالو حيت يلعب هو اللي راه ما يقدرش يلعب الاخ صافي قسم الاخ جوج من الله هكا كنعرفك الطيب شامبيون هادو مي بونتي خليها تمشي راه تيران ثقيل الصحاب جي بي لا يوسف يلاه ملي الضربه ديالك يوسف يلاه ملي ياسن فراش علي سامي على لا غوش يلاه القيه غير كافية يا يوسف في هاد السديدة يوسف حريبش تيرور ديال لا تريبلات القدم وبالمناسبة نيت نستغل الفرصة نعطيكم تشكيلة ديال لي دو تريبلات رجع شوية لورا يوسف ميرسي بالنسبة لثلاثية العيون ديال سيدي ملوك المنضوية تحت لواء عصبة الشرق حتى تكون من طيب محمد وآية المبارك بالنسبة لثلاثية القدم تتكون بلال الأزرق محسن بوكريشة ويوسف حريبش أربعة مقابل لا شيء في الجولة الأولى لصالح الكوديم على حساب جمعية عيون سيدي ملوك أو نادي العيون سيدي ملوك نادي العيون اللي قبل سنة أو سنتين كان يعج بالأبطال جول ممتاز يا بكريش ماشي مجلس من هنا ما تصورش مزيان معلش لا ما كاينش الحل الحل هو نجي قدامك ايوا هذا هو الحل ميرسي بعد رواية محمد يا محمد طبت مزيان دابا تخرج مزيان موفقة وتشجيعات من طرف المؤتر يلا سي محمد ما تحركش هذا ومحمد يتوفق في الكرة الثانية دوزيام تير ديجاج على بول أربعة مقابل لا شيء لصالح القدامى على حساب نادي العيون سيدي ملوك سام بيو سلام محسن عيب حال كرة الثانية ديال محسن بوكريش جولي جولي ولو أنه مربحش نقد فكرة ممتازة للتذكير فقط فالأسرة ديال بوكريشة ما شاء الله حضرة بقوة فهاد البطولة ديال الشبان وديال الإناث بطولة الشبان حاضرة بالابن محسن بوكريشة وفي بطولة الإناث حضرة لا مامو مينا غلط والابنة ملاك بوكريشة
وحتى الأب والابن حاضرين كمؤتري. فبرافو لفامي بوكريشا، عائلة حديدية بامتياز. على الطيب على مالك الطيب، راني عارف كتزيدو نتا المال. الله يرضى عليك الطيب الطيب او طيب البوينتور ديال ثلاثيه العيون سيدي ملوك، حيد كره ديال لادفيرسير من الطريق وتضيف لو دوزيام. برافو الطيب. برافو على فوالا وتنطلق المباراة من جديد بهذا التعادل ديال الأربعة لكل ثلاثية. تنطلق المباراة من جديد بعد تعادل أربعة لكل طويلة طويلة يا طيب. قلت بعد التعادل هذا تنطلق المباراة من جديد. أذكر أن الدور ديال الربع كذلك يجرى بالتوقيت 50 دقيقة زائد جولتين. بلا الزرق في هذه التأشيرة هذه في هذا لو بوان. إذا لامين غدا كرة كرة. هو الطيب تصلح بالتالي. سيصلح بالتالي. الكودين في مواجهة العيون ديال سيدي ملك سي ام بي او. نعطيكم طاقم ديال الاعلام البديل اللي حاضر في تغطيه هذه البطوله، بطوله الشبان والاناث. فبالاضافه للثلاثي المكلف من طرف الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه، والذي يتكون من رياض بودميعه وجلال ابو ملك وعبد ربي حميد بزين. فهناك ياسين أدردور عن عصبة طنجة تطوان الحسيمة، نور الدين الدهباني الملقب بهولاكو، و لا بالعكس الثلاث الإعلاميين اللي كانوا استدعتهم الجامعة للتغطيات كاين رياض بودميعة، دريس حريبلا وعبد ربي، ثم جلال يعقوبي الملقب بجلال، وفتح القاف وعثماني أيوب عن عصبة جهة بن ملا الخنيفة. إذا سبعة ديال الإعلاميين، ثلاثة مستدعين من طرف الجامعة، وأربعة من طرف العصبة.
ولا اروع يا يوسف ولا اروع يا حريبش. جول جول طويلة. طويلة يا محمد بقى في الديكورة ممكن دير شي حاجة ويقدر يكون فيها لوتي. وبالتانية تصلح محمد وبالتانية تصلح. محسن بوكريشة أوتير مرة تدخل الحكم لإعطاء تعليمات للشبان فبحال هذه اللقطة هذه تدخل عليه العملي لتنبيه اللاعبين بالابتعاد عن لوبتي. جاف كورتو محسن و بوكري شي يخطئ العنوان وديجاجا كورتو أخطأ محسن العنوان وحيد كورتو. حضور الرئيس ديال النادي المكناسي سي محمد زيدان وككوتش هرزوش بلال أزرق هرزوش إذن نورمالمون أظن دوبل عند محمد. شنو غيدير بهم؟ يحاول يضيف نفس اللعبة مليحة
ويضيف محمد النقطة الثانية. إذن النتيجة أصبحت 6-4 والتفوق هذه المرة أصبح الجمعيات أو النادي ديال العيون سيدي ملوك. ركز هادي كسمو هاك وحسين على الطيب انا اسمع الطيب اسمع غير شويه ما هو قفلت ما يمشي منها يلا الطيب يلا من. يلا يوسف يلا يلا بيلال يلا بيلال 6-4 يلا ول ولأول مرة لصالح العيون ديال سيدي ملوك على حساب الكودي دور ربع نهائي بطولة المغرب للشبان. بيلال البطولة اللي انطلقت ب 67 ثلاثية يوم أمس السبت. الله يرضي عليك. جولي جولي يلا محمد يلا جولي يا بيلال يا جوي بيلال في النفس. برافو عليك. جولي موفق محمد في هذا الارتياح. يلا بيلال دوزيام بول ديال بلال الزرق. الله يرضي عليك. موفق بلال. برافو بالله طيب بالفريق. برافو سيبا. برافو بلال. ضرب هنا ضرب دو بوان ديال بلال. ضرب هنا دوزيام تير ديال محمد. يلا سي محمد ولا اروع قدا غرات. يلا محسن ضرب على جوج. يلا محسن قدا الغرات محمد بدوز الاولى. امين غدا كره كره. يلا محسن ثلاثيات الكوديم تتبونتي ثلاثيات العيون سيدي ملوك فلوتي. جا الدور ديال محسن بوكريش الدومي ديال لا تريبليت. معلم يا برافو ولا اروع يا محسن. لامين هذا هو لعبك. لامين ممنوع فيها الخطا. لا انا معلم يا لا للخطا ممنوع الخطا. كره كره بدرو على طيب زعما دار المعلم اليا وجوني. يلا مال بدرو عم محمد دوزيام بول ديال طيب. او جولي طيب جولي يا طيب. يلا يوسف عجبني هادي كره ديال التيرور. هادي كره ديال التيرور. هادي كرة هادي ديالك يا يوسف. يوسف حيبش يلا ولدي. يلا يلا يوسف يلا ولدي. اوه ولا اروع بلا الغراض يوسف بهذا الوتي. يا انتيري ولدي بيان يا انتيري مون برون. يلا يا انتيري دوزيام فول ديال سيمو لو بوان في التابي اللي صالح الكودي طويله طويله
يلا زيد هذاك محسن افونتاج ديال دوبول عند ثلاثيه القدام محسن بوكريشا يلا ويوسف عند كورت كل رابعه مناسبه على الاقل لتعديل النتيجه لو بوف طابي لصالح القدام ويضيف آخر كرة في الجولة يوسف هريبش برافو معلم هو يضيف على ما أظن ثلاثة كان ثلاثة أربعة سبعة مقابل ستة وأصبح التفوق لصالح القدم على حساب العيون ديال سيدي ملوك يلا جولة أخرى في هذا المسلسل ديال مباراة الربع والتي تجمع الكودام ضد العيون ديال سيمون موفق بلال الزرق موفق في هذا لو بوان هذا النفس طويل اللي عنده النفس طويل الفينش وصلنا النتيجة ديال 7-6 والتفوق هذه المرة لصالح الكودام الطيب جولي الثقة في النفس الثقة في النفس هو العامل اللي غادي يعتمد عليه الإنسان باش يربح كونفيونس لا للارتباك ممنوع الخطأ وصلنا للدور اللي ممنوع فيه الخطأ من أراد العلا سهر الليالي واللي يبغى يدوز للدومي فينال مربع ذهبي عليه بالتسلح بالثقة في النفس ماشي غير في المجال ديال الكرة الحديدية في أي مجال للتفوق خاص العامل النفسي يكون حاضر بلا الكرة الثانية ولا أروع ولا أروع على أروع كونفيونس تشجيعات من طرف الرئيس ديال النادي دومش دوزيام تير ديال محمد نادي سي ام بي او العيون ديال سيدي ملوك كره بوشون بادر واب الثانيه بالنسبه للنتائج او مباريات الربع الخاص بالعنصر طويله طيب لعب دروان لابول باش يبيكيها وتبقى لابول ديالو ولكن با تشونس قلت للمباريات ديال الربع الخاصه بالعنصر النسوي وديال الشبان تجدونها في الصفحه الرسميه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكره هذيك لا
اخر كره انتقلت ليوسف دي ملوك هي دي اللي غيلعب سيمو لو بوين دائما في التقبيل لصالح جمع كواري لصالح الكوتي مره اخرى امتياز ديال 4 بوين امتياز ديال 4 كرات دوبول عند محسن بوكريشا ودوبول عند يوسف حريبش زيد يا محسن الوغ تيرا لا سيتياسيون اي لي سيري واش بامكان لاعبي الكودي من اضافات النقط لجوج محسن وين او بادر والبس محسن اجي معي التعليمات يا رئيس النادي كريم زيدان اللاعب محسن بوكريشا وشويه خرج كورته وشويه خرج كورته اجا محسن شويه خرج كورته محسن محسن يوسف زيدنا ولدي مقتل دوبل ما عليكش ما عليكش يوسف لعب من هاد الجهه ولدي قلت لا سيتياسيون الا سيري الوضعيه ماشي سهله بالاضافه باش يضيف القدم فا تروا بول ديال العيون ديال سيدي ملوك كيت خش ويضيف ويضيف يوسف لو دوزيام اذا جوج ديال النقاط اضافيه للقدم اصبحت النتيجه 9 مقابل 6 صافا ميرسي الله يحفظك خويا انا هنا ما تعطينيش لا لا ما تعطيش اذا سعود السته لصالح الكودام على حساب نادي العيون سيدي ملوك بلال ممتاز اجوي بلال ما شديناش اي توقيت ولكن لابارتي تتلعب على 50 دقيقه زائد جوج ديال الجولات وفي حاله التعادل تضاف جولة حاسمة ممتاز ممتاز طيب بكل ثقة في النفس يا مع الاسف يا بادروا حرك لبتي بادروا حرك لبتي ولات الوضعيه على هذا الشكل يا رطيب ديالك زعما المعلم
اربح النقط واقي باقي برونا بلوك. يلا بلال يلا بلال. اظن انكم ديال بوشو تيبان لي بول تيبانو لورون تيبان هاش بيتيك تونات. تحرك لو بتي وبالتالي قريب لي انا الكاميرا. علي لا غوش علي. يلا بامكان بلال يدير ميور. على سامي جولي سلي كاين اخي سامي ان بو كور un peu court à la marge. تدخل ديال الحكم عبد الإله عملي للفصل بين الكرتين 58 تيديكلار لو بوان كوديمي دوزيام بول ديال وتربح. المسافة حوالي 10 ديال الأمتار. غيضرب غيضرب يبدا الرياح راه كاين حاجة عندك نور. ما ترجعش. يلا يوسف. المسافة حوالي 10 ديال الأمتار. لو بتي يوسف فاس لابول ديال بول لو بول. بادرو 10 ديال سعود استر تفوق لصالح الكوت قبل هذه الجولة. يلا محسن دويره يا محسن كنضربوه لعب الدروال لابول ديال لادفيرسير. دابا محسن دابا حاول تكوري طيب كي لعبتي دابا محسن خلاص الكورت. يلا يلا اخر كره القدم محسن بوكريشا لو بوان في التابي لصالح وعطاهم لو دوزيام وعطاهم لو دوزيام عطاهم لو دوزيام. يلا بامكان نادي ديال عيون سيدي ملوك يعاد النتيجة. سعود استا محمد يلا يلا محمد ها معايا هنا غير بعقلك يلا دوك جوج تزيدهم يلا بطل يلا رجليك تما طيب شويه شويه يلا زعما سي محمد يلا
طاح على الكرة ديالنا، طاح على الكرة، لا يوصل محمد غير زعما ما كاين والو قدام. معليش يلا محمد يلا هذاك نحتاج آخر كرة في هذه الجولة. ولا يدنتيكتف ولا يدنتيكتف دو بوان ديالنا جوج ديال النقاط إضافية العيون ديال سيدي ملوك تصبح النتيجة 9-8. بالفعل التفوق دائما لصالح الكودام على حساب العيون ديال سيدي ملوك. أظن اللي شادين معنا التوقيت يعطيونا التوقيت ديال هذا اللايف هذا، فما بقاش الوقت الكثير للإعلان على النهاية ديال 50 دقيقة. أظن شحال عندكم في اللايف الله يرضي عليك. كل شيء على هذا العامين وعلى الجولتين اللي بعد هذا العامين أو لا بعد صفرة الحكم. ماذا هناك يا يوسف؟ لو بتي يوسف. دوزيام فول ديال يوسف. يوسف هريبش بادر واو تي صوتي لابد اتنسيون ان جيست من يوسف سوشي عاودي ديالو الله يرضى عليك. وصلنا اللحظات اللي منع فيها الخطا، اللحظات الاخيره إذن اللحظات الأخيرة في هذه 50 دقيقة المخصصة لكل مباراة. ماشي وقتها هادي اتنسيون اللحظات اللي منع فيها الخطأ. دوترو ديال يوسف الكرة الأولى ديال بلال ديزا أو بون بوان ديال عيون سيدي الملك. مرة أخرى بلال تيدوز الكرة امتياز كبير ديال الكرات عند العيون ديال سيدي ملوك. لعبوا كرة بينما القدام لعبات ربعة ديال الكرات. دوبول عند محسن بوكريشة، ماذا أنت فاعل بكراتك يا محسن؟ وضعية ماشي في صالح الكرة. بول ديال مرة أخرى، خمسة ديال الكرة ديال القدام ديريا. آخر كرة عند محسن بوكريشة. جولة
جولة في صالح ديال العيون ديال سيدي ملوك إلى أحسن تدبير ديالها. هو ماشي في صالح ديال القدم مع الأسف. جولة للنسيان إلى تحت لك فرصة أخرى باقي فيها اللعب. أتونسيون غي يديو ليك سانك ممكن كل شيء ممكن على حساب الكرة الأخيرة ديال محسن. حتى في الطريق ياه بابا بابا سانك بول الو ممكن كرة واحدة ديال الطيب بوانتو عليها الكودام ستة ديال الكواري. ويضيف لو دوزيام طيب ويضيف لو دوزيام اتونسيون عندهم اربعة ديال الكرات خصهم تروا بول خصهم تروا بوان من اربعة ديال الكرات خصهم تروا بوان يقدروا ينهيو المباراة في هذه الجولة هذه. وتيضيف لو تروازيام اتونسيون اتونسيون بولا حمراء شعلة بولا حمراء شعلة دوزيام بول ديال سيمو او تيضيف لو كاتريام وصافرة الحكم بالإعلان عن نهاية الخمسين دقيقة المخصصة للتبادل. محمد بدوبل بغاو أن بوان من دوبل. إنذار من طرف انذار من طرف عبد الليل عملي تقول لهم وهاد المسائل خصو يتعلموها الشبان ديالنا ولا اللاعبين بصفه عامه جميع مميزي الكره العالميه. واحد اللي عنده الحق يسد لترو ماشي جوج ديال اللاعبين يدخلوا كل واحد يسترو. ومع الاسف اربعه مع الاسف ما استطاعوش ينهيو المباراة في هذه الجولة هذه 4 و 8 12 مقابل 9 جوج ديال الجولات إذا النهار كامل والريلات خاصي طيب طلاق البوشون طلاق صاحبي كنهضر معاك طلاق البوشون علي شامبيون دوز تفوق هاد المرة لصالح العيون ديال سي ملوك سيدي ملوك على حساب الكوديب. رجع شوية لورا ولدي برافو وليدي برافو حتى ديال الاخوان لي كومونتير ديالكم سي علال البهاني ما توصلونيش ما تيتافيشاوش فاعتذر تيلا ما تهرجش فخليونا مكونسونتري مع هاد لابارتي. شكرا على التعليقات ديالكم وشكرا على التواجد ديالكم معنا ممتاز ممتاز. يلا طيب كمل على لعبك انت كوريا طيب يلا وليدي ياسر 12 مقابل 9 سيمون بيان بابا بيان بيان الكرة سيمون محمد يضرب الكرة خليه يضرب الكرة سيمون خليه يضرب الكرة يلا غادي شي كاروت ما يصلح لنا يلا محمد يلا معلم خليه يضرب الكرة غادي يلا محمد
يلا محمد وصل المعلم شي ضرب انزل. وصلنا اللحظات اللي منوع فيها الخطأ. محمد بوردو يا 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 معاد عالمية. يلا بينا يلا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا دوزيام بول دوزيام بوان ديال بلال كرة أدى بها تروابو وممتاز وتيخرج مع لبتي وتيخرج مع لبتي يجوي بلال وضعية صالح ثلاثيات القادم لا خليه رجلها هو خليه وين أجي كتعطي بغيري فين طاح ليها يلا بقى عندك فرصة أخرى يا يوسف أنت تقول لي لعبة يوسف يلا ولدي بطل أنت اللي كاين يلا يوسف يلا يلا بعد رواب الثانية كذلك أرى على ملامح يوسف أنه تهز نفسيا شوية معليش خاص الدعم معليش هذا الشيء توقع حتى اللاعبين الكبار الامل الوحيد محسن بوكريشه اضرب كره حيد كره والسكر توتي بوسيبل في هذه لابارتي هذه 12 9 تفوق لصالح حيد كره ضد الغارات على محمد قدا الغار هاد الكره ضربنا ديك الكره يلا يضرب كره سي الله الكره خليها يلا محمد واخا نمشيو بجوج عندك جوج ها محمد
مع التير مع التير يلا سيمو تربحوا المال على زهام السيمو كرة كرة ولو بان في تابيل لصالح القاضي باش غيصوفي لامان و زيدو عند محسن بوكريشة عند محسن بوكريشة محسن بوكريشة من بعد ما جاب لو بوان عنده فرصة باش يدير لو دوزيام على الأقل ضمن على الأقل ضمن بأنه غادي يضاف جولة أخرى مباراة هيتشكوكية مباراة شيقة تجمع الكوديم بالعيون سيدي ميلو عصبة الشرق في مواجهة عصبة فاس مكناس بطولة المغرب للشبان دور الربع بملاعب جمعية الأمل الرياضي الحشم محسن على برا الله يهنيها 10 مقابل 12 إذا جولة إضافية جولة أخيرة إذا جولة أخيرة ممتاز ممتاز لو بوان في تابي دائما للصالح القادم النتيجة متقاربة 12 لصالح العيون ديال سيدي ملوك سي ان بي عصبة الشرق 10 لصالح القادم عصبة جهة فاس مكناس جاب كونتر دار كونتر في لابول ديال لادفانسير وتيربح النقد العامل النفسي تيلعب الدور ديالو هنا العامل النفسي غيلعب الدور ديالو المسافة حوالي 10 ديال الأرض
بادروا جاف كورتو، بادروا جاف كورتو. نفسيا يوسف ماشي وادك، نفسيا يوسف ماشي وادك. أظن أنه ما استراتيجية ماشي هي هذيك، تسير ماشي هو هذاك، ما تنظنش واش لابول، لأنه لادفيرسيغ سو أن بوان، ما تنظنش واش هذيك لابول اللي بعيدة على لو بتي حوالي 5 ديال لي سنتيمتر نبوانتيو عليها، سيرتو أنه لو تيران يقدر ما يقدر ديفيا لابول بحال بحال لابول ديال ديال بلال دا، محسن بوكريشا بدوبو، ماذا أنت فاعل بدوبو يا محسن؟ سيرتو أن هذه هي الجولة الأخيرة. الوغ الكودم الى بغات انها تبقى في المنافسه خصها تربح هاد لامان بدو بوان، ودو بوان هما اللي بقاو عند محسن. يلا كيفاش غادي تتعامل الثلاثيه ديال الكودم مع هاد الوضعيه هادي؟ سلم نفسك، سلم نفسك وخير بح لو بوان، وخير بح محسن لو بوان ما كافياش، وخا تسالي لامين بان بوان القدام ما كافيا شيء، ما كافيا شيء. اذا ما نقولو غير سالات لاباتي، هاني ان العيون ديال سيدي ملوك بالتاهل للدور ديال النصف، وحد اوفر للنادي القدام في البطولات القادمة. توت لي بارتي سالاو صف هاد لابارتي هادي، وهذه هي الجولة الأخيرة. سلم نفسك بوكريشا، إذا هنيئا بصفة رسمية للعيون ديال سيدي ملوك بهاد التأهلات، ما بقاش فيها، لا ما بقاش فيها. إذن كان معكم حميد بزين في هذا اللايف صفحة ديال الجامعة لهذه المباراة الشيقة ما بين القدم، وتنتهي المباراة، تنتهي المباراة بتأهل العيون ديال سيدي ملوك، غير كافية ولو أنهم يخليوا اليوم هاد لو بوان هذا، فوالا فوالا، ولو أنه يخلي اليوم هاد لو بوان تتنتهي المباراة. دوبو خصهم يتلعبوا، إذن هنيئا العيون ديال سيدي ملوك بهذا التأهل للدومي فينال واحد أوفر الكودم. كان معكم حميد بزين في هذا اللايف هذا، قبلوا علينا إلى اللقاء.